مع استمرار العنف في سوريا، نفت الحكومة السورية اتهامات لها بحجب الدخول إلى شبكة الإنترنت لمدة 19 ساعة، وشهد موقع جوجل هبوطاً حاداً في عدد مستخدميه من سوريا، أرجعت الحكومة سببه إلى عطل في كابل للألياف البصرية. لكن المعارضة تقول إنها محاولة لإسكات صوت النشطاء الذين يستخدمون برنامج سكايب وموقع يوتيوب في عرض الأحداث الجارية في البلاد. قررت شركة أدوبي نقل حزمة برامجها المسماة كرييتيف التي تضم برامج بريمير وفوتوشوب إلى نظام اشتراك شهري مع خاصية التخزين السحابي كلاود. النظام الجديد سيسمح للمستخدم مزامنة أو سينكرونايز إعدادات البرنامج على أجهزة مختلفة، بالإضافة إلى تحديث البرامج بصورة سريعة فور توفر التحديثات من الشركة. أعلنت شركة مايكروسوفت أن تحديثاً مهماً لنظام تشغيل ويندوز 8 سيصدر الشهر القادم، وقالت الشركة إن التحديث والمعروف حالياً باسم بلو سيوسع من مجال دعمها لأجهزة الكمبيوتر المختلفة ويسهل عملية استخدام النظام، لكنها لم تكشف عما يحمله التحديث، وستعلن عن ذلك في مؤتمر بيلد لمطوري مايكروسوفت في 26 من الشهر القادم في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. وأخيراً، نفت شركة مايكروسوفت أن يكون الجيل القادم من أجهزة إكس بوكس بحاجة إلى اتصال مستمر بشبكة الإنترنت، وأكد متحدث باسم الشركة أن الجهاز الجديد فيه العديد من المميزات، منها مشاهدة البث التلفزيوني الحي حتى مع عدم وجود اتصال بالإنترنت. الجهاز الجديد سيكشف عنه في 21 من هذا الشهر بمجمع إكس بوكس بمدينة سياتل الأمريكية. حيدر الطالبي، بي بي سي.